سلط موقع المهرية نت الضوء على توقيع محافظ شبوة محمد صالح بن عدي وعقد إنشاء ميناء قناة تجاري في المحافظة بعد سنوات من عرقلة أبو ظبيلة. وفقا للموقع فقد تم توقيع العقد مع شركة يوزد واي بنظام البناء ثم التشغيل وبعد ذلك التمليك. محافظ شبوة من جهته تحدث بأن الشركة المنفذة ستوفر سفينة عائمة للمحروقات خلال سنتين 60 يوما من توقيع العقد. ويلفت الموقع إلى أن الحكومة الشرعية كانت قد وافقت مطلع العام 2018 على إنشاء هذا الميناء التجاري بحسب الدراسة الفنية المقدمة بشأنه على أن يتبع مؤسسة موانئ للبحر العربي اليمنية.